تحية صودياك، وماذا نرى لصودياك بعد قوام المالية الجيدة للشركة؟ خلينا نشوف صودياك وماذا نتوقع ليه. طبعا صودياك أنا كان عندي منطقة عرضية، والمنطقة دي أعتقد إن ده كان كله ما هو إلا صوت تصحيحي، وبعد كده التصحيح بتاع صودياك أعتقد إنه انتهى في المستويات دي. يعني أنا ببتدي دورة سعرية من المستويات دي، بعيدا بقى عن الدخول في التعقيدات السابقة، لأن أنا شايف إن ده كله النموذج ده بيكس واي من هنا لهنا. يعني ده بيكس واي، يعني ده تصحيح كله، مفيش أي صعود اندفاع، خصوصا إن الموجة دي قريبة جدا من طول الموجة دي، فما هو إلا دبليو إكس واي تكملة الاتجاه الهابط وعمل الموجة سي اللي هي موازية للموجة دي، وبالتالي تكملة الاتجاه الصاعد. طيب أنا عايز إيه من السوليات بمنتهى البساطة؟ قلت إن أنا حصل عندي بداية انعكاس، وحصل عندي ويف وان المفروض إن أنا باخد منها تصحيح يقترب من مستويات 78 فيبو من المستويات دي. طيب هل اداني التصحيح 78 فيبو ولا لأ؟ أو 61 فيبو؟ طيب اداني واحترام لمستوى 78 فيبو، يعني بمنتهى البساطة. طيب بتوقع ايه؟ بتوقع رالي جديد. الرالي الجديد ده اتشكل لي منه ايه؟ 1 2 المفروض 3 بمنتهى البساطة، اتشكل عنده ويف 1 ويف 2. طيب ليه بقول الكلام ده؟ انا عندي التصحيح الاكبر للدورة السعرية دي بدون بقى ما اخش حل للدورة السعرية بتاعتي. واضح جدا ان انا عملت دورة سعرية 1 2 3 4 5 وصححتها. طيب عايز اشوف تصحيحها برضو، هل التصحيح بتاع احترام مستويات 78 فيبو الى 61 فيبو ولا لا؟ احترمنا مستويات 61 فيبو، طبيعي يعني هاخد ايه؟ هاخد قمة وقاع منها واستهدف مستويات ال 261 فيبو بدون اي تردد. هاخد قمة، هاخد قاع، وهاخد مستويات من 200 من 160 لحد مستويات 261 كهدف كبير لكل الدورة السعرية بتاعتي. طيب انا فين؟ انا لسه قدام مني، عندي اهداف عند مستويات 25 جنيه، وعندي اهداف كمان لحد مستويات 28 جنيه، وعندي اهداف لحد مستويات 30 جنيه اللي هيكسر للقمة التاريخية للسهم ده. لو رحت على فريم الويكلي تاني، معلش انا عايز اعرف القمة التاريخية بتاعتي فين، القمة التاريخية بتاعتي فين، القمة التاريخية بتاعتي هنا. اعتقد ان احنا هنطلع نكسرها اللي هي عند مستويات ال 35 جنيه و 36 جنيه على المدى الطويل. ده طريقة انا ممكن احسب مستهدفات، لكن انا ممكن احسب مستهدفاتي بطريقة تانية خالص، اللي انا اخد اساسا من الموجة الاولى اللي تشكلت عندي، واقول انا عايز منها مستويات ال 160 فيبو في الاساس يعني. فاخد مش عايز كده، هاخد من هنا قمة، وهاخد القاع والقمة اللي تشكلوا الموجة الاولى، واستهدف بقى ايه مستويات ال 161 فيبو وال 200 فيبو طول الموجة كلها. هيوديني لفين برضو؟ مستويات ال 200 فيبو هتوديني لحد مستويات ال 31 جنيه و70 قرش، ده المستوى الأول، وده مستويات ال 37 جنيه كهدف تاني للدورة السعرية دي كلها. أعتقد إن السودياك ما بيبقاش ليه نطاط عنيفة، يعني أعتقد إن إحنا مستويات ال 161 فيبو ال 200 فيبو هيكون الحد الأقصى، وأعتقد إن أقصى مستهدف إن إحنا ممكن نطلع نكسر القمة التاريخية بحاجة بسيطة قوي على المدى الطويل. طيب خلينا بقى نروح نشوف الاربع ساعات احنا فين دلوقتي. بمنتهى البساطة انا بتهيألي في الموجة التالتة اهو، انا عملت دورة، عملت اعتقد ان انا لسه عندي صوت، واي تراجع للمناطق اللي ما بين ال 20 لحد مستوى 18 جنيه دي منطقة طلب، يعني اي تراجع للمناطق دي هو فرصة للشراء، لان حتى لو رحنا على فريم الساعة كمان ناخد تفاصيل اكتر. بمنتهى البساطة الاقي ان انا عملت 1 2 3 4 5 وصححتها كمان على شكل بي سي، وبوم انا بعمل رالي 1 2 3 4. يعني اي تراجع للمناطق دي هيكون فرصه شراء المستويات ال 20 ل 18 جنيه، وما زلت اتوقع للسهم ده على المدى الطويل مزيد من الصعود، خصوصا بعد قوائم الماليه الجيده. طيب هنرجع على فريم الويكلي تاني، وهندور على شمعه بوليوم قوي جدا ونشوفها على الشارت تدينا اي اشاره. يعني انا عندي الشمعة دي قوية قوي، بس للأسف معلاش مفيش فوليوم قوي عليها، لكن دي شمعة مهمة قوي يعني. وشمعة لا واضح ايه، الشمعة دي شمعة قوية قوي يا جماعة يعني، واعتقد ان احنا تراجعنا داخل غلافها كمان، فاعتقد ان الشمعة ممتازة 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 لو جينا نرسم عليها. وكمان عندي الشمعة دي كمان. طيب انا عندي شمعتين، عندي الشمعة دي شمعة قوية جدا ايه وعلى فوليوم قوي، وعندي الشمعة دي كمان على فوليوم قوي جدا. اي تراجع للغلاف بتاعها كان فرصه، يعني انا تراجعت داخل غلاف الشمعه دي
كان كل ده قدامي فرصة، لكن الشمعة دي اتكسرت، لكن الشمعة دي حتى الآن ما اتكسرتش، فالأفضل إن أنا أرسم عليها. وخلينا نشوف الشمعة دي ممكن تودينا لفين، هل هتودينا للهدف ولا لأ. المفروض أنا لو تراجعت عند مستويات 38 لحد مستوى 50 بشتري. طيب تودينا لفين؟ مستويات 361، أوف، تودينا نفس المكان تقريبا لحد مستويات 38. طيب احنا خدنا السهم بكذا طريقة، أنا شايف إن هو فرصة استثمارية على المدى الطويل جيدة جدا، وبالتوفيق.